تعرف على حضرتك؟ دكتور هشام كمال، المنسق العام لائتلاف دعم المسلمين الجدد. النهارده ايه اهداف النازله ديت والمسيره؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا لنا اكتر من هدف، احنا بنوصل رساله لمجلس القوات المسلحه، بنوصل رساله للسيد وزير الداخليه بمنع الظلم والمظالم عن المظلومين على راسهم ابو يحيى وخالد حربي والمحبوسين ظلما على زمن قضيه امبابه. لنا عده مطالب وعده اهداف بنوجهها لهذه الجهات المسؤوله. اولا اخراج ابو يحيى من سجن التاديب، لان ابو يحيى محبوس احتياطي ومش محبوس محكوم عليه، ومعروف ان الامان طرق للمحكوم عليهم فقط، اما ابو يحيى محبوس احتياطي فسجنه في طرق. ثانيا ابو يحيى محبوس في زنزان التاديب بالمخالفه للقوانين واللوائح وبالمخالفه للاعلان الدستوري اللي نزل في 2023، فبنطالب بالافراج الفوري عنه من هذا السجن. ثالثا بنطالب بالافراج الفوري عن ابو يحيى وعدم مطارده خالد حربي، لان المطلوب على ذمه القضيه اللي ثبت في تحقيقات النيابه وتحقيقات الشرطه شخص يدعى مفتاح محمد فضل سنه 60 سنه من البحيره ومزارع، لكن ابو يحيى سنه 44 سنه لم يذهب للبحيره، هو مقيم في صملوط المنيا وله منزل اخر في المنصوره. ابو يحيى 44 سنه، ابو يحيى لم يكن موجودا اصلا ولا هو ولا خالد حربي في يوم امباب على الاطلاق. ابو يحيى كان موجود في المنصوره وخالد حربي كان موجود في اسكندريه. المطلب الثالث الغاء قانون الطوارئ الغاء فوريا، لان قانون الطوارئ بيحبس فيه الناس ظلما وعلى راسهم برضو ابو يحيى وخالد حربي. خالد حربي راحوا لبيته مباحث امبابه، مباحث الجيزه راحت لبيته عبست بمحتويات البيت، اخذت اخته رهن على ما يرجع خالد حربي وحبستها 9 ساعات في المباحث الجيزه، راحت لمنزل حماية فضيلة الشيخ المعروف الشيخ رفاعي سرور، عبس محتويات الشقة وقلبتها وكسرتها، والشيخ رفاعي أصلا غير مطلوب على الإطلاق في ممارسات بتذكرنا بممارسات النظام السابق. بعد كده المطلب الرابع بعد إلغاء الطوارئ اللي هو كان سبب في هذه المظالم، إلغاء نظر قضية امبابة أمام محكمة أمن الدولة العليا للطوارئ، لأنها سقطت فعلا كما يقول الفقهاء القانونيين والدستوريين بسقوط دستور 81، وكل المنظور قضيتهم امام هذه المحكمه باطله. بعد كده بنطالب مجلس الاوقاف المسلحه ووزاره الداخليه بالافراج عن كل من اخذوا حكما ومحبوسين ظلما وبسبب محكمه امن الدوله العليا للطوارئ اللي كانت بتخدم اهداف النظام السابق، اذا كان المجلس العسكري بيقول ان هو حامي الثوره وليس امتدادا للنظام السابق. هل طلبتم اللي هو يتابع القضيه من يعني على ياخذ اخلاء سبيل ويتابع القضيه من الخارج؟ المحامين طلبوا وطلبوا كل المطالب اللي انا بقولها المحامين طلبوها، وطلبوا عدم نظر القضيه امام هذه المحكمه، طلبنا بالافراج عنه فعلا، وقلنا ازاي ان هو يبقى محبوس احتياطي وفي اناس اخرين خارج السجن من ضباط الشرطه قتلت الثوار الى الان في خارج السجن ولم يحبسوا اصلا احتياطنا على عزيمه هذه القضايا. احنا طلبنا كل هذه المطالب، قدمنا تظلم للمجلس الاعلى للقوات المسلحه يوم 20/9، قدمنا تظلم لوزير الداخليه ايضا في نفس اليوم عن طريق المحامي، قدمنا طلب لاخلاء سبيله واخراجه من عنبر التاديب، وقدمنا طلب لرئيس مباحث رئيس نيابه المعادي المسؤول عن الرقابه على سجون ترى بانهم يذهبوا في تفتيش على هذا السجن واخراج ابو يحيى. كل الطلبات القانونيه سعينا فيها حقيقه، ولم تاتي هذه المسيره الا بعد استنفاذ كل السبل القانونيه. شكرا يا فندم. العفو يا فندم، العفو.